ايه ده؟ احنا فين هنا؟ ايه يا دكتور؟ انا متهيألي ان القتيل بلع بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. بالونتين ودبدوب؟ قبل ما يقتل. الجثة دي اتنقلت من مكان الجريمة الاصلي، بس انا هوصل. كلاشينكوف 819. حاسب يا فندم. كان شرس. أسلحة دمار شامل. وعنيف. يا هانم أنا مقدر مشاعرك، بس عايزك تتماسكي وتتملكي أعصابك شوية علشان تجاوبي على أسئلتي كلها. أنا يهمني أعرف مين اللي قتل ابن حضرتك ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي إيه عن الدباديب؟ الحقيقة أنا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايزك حضرتك تعرفه إن ابني إكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل. حضرتك بتستهتر بكلامي ليه؟ أيوة كان بطل، ومن عيلة كلها أبطال. أبطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجة عن إكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكة كده جت احكي برضو عنها. للأسف ما بقاش في دبدوب واحد. إكس كان جده الكبير قائد عظيم، أظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الأول. مين مدحت الأول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت ايه؟ لان في 4 مدحت في الدفعه. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب ايه ونيله ايه في الجو النار ده؟ ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك اند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. ارجوك لا. نفذ الامر يا مدحت. ارجوك ارجوك عافيني ارجوك، انا بخاف، بكره الصحراء وبكره الحصنه، وبعدين السيفتي ايه جدا جدا، والبتاع دي معصباني. ارجوك عافيني. نفذ الامر يا مدحت. حضرتك انا دخلت غلط، انا كنت كاتب في رغباتي فنون جميلة، أقسم لك بالله. أنت مطلوب بالاسم. أنتوا عندكم 4 مليون جيبة، إشمعنى أنا أبو السيدة؟ أنت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس أنا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، أنت جميل. وأنا خطيبتك، أرجوك عافيني عافيني. يلا يا مدحت بقى، يلا أنت أشطر واحد هنا. يا حاضر حاضر. اقنعي واختار حد غيري من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك حكايات واساطير. كل اشاعات، اقسم لك كل اشاعات يا فندم. ايه الكلام ده؟ قالوا لي عنك انك محارب. يا فندم محارب ايه؟ انا اصلا مش مقتنع بالفكره. سوري يعني، خلينا نتكلم فير. ازاي احنا نترمي في المعركه عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش ايه؟ مش لوجيك الموضوع. سوري. ايه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر. سيب بس. نفذ. سيب لحضرتك حاجه من يلا مقتنيات الدوله بس. يلا. حاضر يا فندم. بقى عصبي قوي. يلا. ألفت، هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متأكد إن أنا هروح للراجل ده؟ أوكي أوكي، حضرتك قائد يعني مرتاح وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعًا. أوكي ميرسي، كان نفسي أسمع الجملة دي، ميرسي أوي. يلا. ألفت. بس بس. أيوه. أوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل.
لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي يا ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ وانتقلت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً، هم أصلاً من جلاندبروخ بيخشتيه، وجده الكبير الرادي فولر كان له صوالات وجولات في الحرب العالمية. رودي فولر كان لعيب كورة، تشابه اسماء. ريال ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحربه هتقف تقعد يا دي انت بقى. وادرز القوي. ها يا دي بوزك الفهر والنحس او زفت اتقطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على اللي عدله بسرعه يلا. لا 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 لا، لازم تعمله الطيار قائد. لازم اعمله انا؟ اه امنه ظهري. ماك اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حر قوي النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ منين ده حلواني؟ ما انت تبعنا من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اي سلسله في رقبتي شدها منه. بس ده تبعنا. ايوه بدل الواد ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يوبا يلا يلا قص يا رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام؟ يا جدعان دي اول حرب ليا ومش العب. ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الاسمود دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحابهم ماتوا. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد ياض، ابعد ياض. انت نازل معانا ريال، معانا ريال، معانا ريال. الله الله الله، وده كمان يا نهار اسود الواد سايد. انا ب 60 دهب. النصاب حط الاريال فين؟ هنا يا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه اقعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص اخلص. افتكر ربيع. معانا ريال، معانا ريال. حاضر حاضر حاضر. توكلنا على الله، غطوني ها؟ يلا شيلوني. وحدوني. ايه يا عم؟ ايه يا عم انت بتشيعني؟ انت بتفاول عليا يا حلواني. ارفع. حوتها. ارفع. وحدوني. خرب بيتك حلواني، 100 متر سلك. ركز معايا انا حلو. ايوه انا هاخد عليك شويه. انت كمان جايب ماسوره طريه قوي حلواني في وسط الحرب. ها ايوه حلو قوي. اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو؟ مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. اهو انت سيبك من الحرب والكلام ده. اتقدم يا ربيع. ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها، بس شويه بس ثانيه ننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح؟ ايوه كده. شكلك شقيه حلواني. انا خاين.
الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبة اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. أنا ما فهمتش حاجة من الحواديت دي كلها، علاقتها إيه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو أنت حضرتك بتشمر لي كمامك يعني هتضربني؟ ما أنا بتكلم من غير أي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيرة قوي، وأنا حذرته إيام حذرته، بس هو كان للأسف دماغه ناشفة جدا. كان بيعمل إيه في كوكي بارك؟ بص بقى أنت بتعمل إيه؟ يعني كان بيعمل إيه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعاً، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل، والشراكة دي للأسف اتسببت له في مشاكل كثيرة. حلو قوي، مشاكل كثيرة مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. أنا هحكي لحضرتك، احنا في يوم من ذات الايام كنا قاعدين في الفيلا، لا بينا ولا علينا، فجاه طبوا علينا. حلو قوي، كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. يهددك ايه يا اكس؟ احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي، لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بادرها، فهمتوا؟ انا اللي بادرها، مش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه. دي اشاعات نغردها يا حبيبي انت وهو عشان يضر سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقه مراجيح جديده. اذا تدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا، يلا يا تكرم من هنا، يلا يا احمد بره. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بريمي. دون سلامة سردينا رئيس المنظمة، وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة، المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتساندني. صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها، جدول الأعمال هيقرا عليكم ماي بودي جارد، ماي رايت آرم، ذراعي اليمين، مستر متولي أدريانو جوميز. فليتفضل. مبدئياً بعتذر عن التأخير، كنت برجع برا أوفر فسامحوني. وأحب قبل ما أبدأ أقول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم، الرجل الأول في الإرهاب والدم، مستر سلامة سردينا. أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم، السادة الأفاضل من الشبيحة، السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم، الذين لا يعرفون طعم الرحمة،
الذين يعشقون القتل والقتلة بوجه لهم كلامي. أي حد طيب ما يسمعش خطابي النهاردة، كل الأشرار في العالم هم أخواتي وأخوات الرجل الطيب ده. هقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح، القرارات كلها في مصلحتكم، وهي كالتالي: أولاً، تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده ليجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا بره القانون، كل ده حسب اتفاقيات التبادل المخدراتي والسلاحي، زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عاشورة للعمرانية ايجيب. عايز اقول حاجة، احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاك جديد يورونا هيعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضادة. ايوه العرس العضادة، العرس العضادة. يوروني بقى، سوري انا ازعجتك، يوروني بقى، يوروني يمسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمة الاسبوع اللي جاي عملية اغتصاب جماعي لكل معارضين مستر سردينا. انت راجل ابن حلال ما ضربش. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبة السعيدة دي والاحتفال ده بنجاح الصفقة، اسمحوا لي اني اشكر مسز ماتيلدا سردينا زوجة العم رفيقة الدرب سعد الهنا عليا، اللي عمري ما حنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالامن والامان. انا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص ايه ده؟ فاهم في الشارع اللي ورانا. حاسس متولي سيدي. انا مصر اني سمعت صوت رصاص. رصاص ايه الوهم ده؟ انت لابس قميص ضيق الزراير ابتدت تفرقع مش اكتر. اجمد يا معلم. يا متولي انت متاكد؟ طبعا. لا اوعى تعملها، اوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي استاذي، انت الماي فازر بالنسبه لي، اتعب في الحياه من غيرك. متولي امرني. وصيتي الاخيره ليك انك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك الى الابد يا سيدي. حبيبي وداعا يا زوجتي العزيزه. نهار اسود، مات. نعمل ايه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا. كويس النهار في 60 داهية. انا كنت بقعد بيك من زمان بس ما كنتش عايز اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامة سردينة، البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود اطفال. اوكي يلا بينا. استاذ الصحفيين لو سمحت اقفوا جنب بعض، كل ده ممنوع من النشر فهضطر اصفيكم.
كلنا صبيان المعلم سردينة وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه، لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي وانا عايز اكافئهم، انت وانت. صح؟ صح يا معلم. اهم حاجه ايه؟ الاخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي سردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل أن يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وزاع صيته في العالم كله وأصبح على رأس قوائم الإرهابيين الخطرين والمطلوبين. انت يا غبي يا غبي، قلت لك 100 مرة الرصاص يتحط في التلاجة بدل ما يفرقع في وشنا، ايه الغباوة دي يا ابني؟ ما بيت انت شكلك غبي. يلا من ورا حتة، قوليلي سعيدة معايا أكتر ولا كنت سعيدة مع سردينة؟ معاك أنت أكتر يا حياتي. شكلك منافقة. شايفة الواد رومي أحسن واحد بيشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي، قرب ارفع لي إيدك يا رومي. حرامي وخاين ابن خاين. كده يا متولي، كده ما تفتكرش تقولي كل سنة وانتي طيبة في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفتي ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي، ما انت شايفة بهبب ايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي. يا ستي ما اتغيرتش ولا حاجة، مش عايزين قمص بقى. الله، وانت مش عارفة معزتك عندي وليه ولا ايه؟ انت من بعدك ما فيش نسوان، ماتوا خلاص، خلصوا. جربي انت وموتي كده اعتزل النساء. ما تقرفينيش بقى عشان عندي شغل وشغل كتير كمان، والعمل زي ما انت فاهمه واجب لازم الواحد يتقنه عشان ربنا يكرمنا. صح ولا ايه؟ اصبري انت بس شويه كده، ناخد لنا يومين واخدك ونطلع على بلطيم نقضي احلى يومين في احلى عشه. حلوه الحته دي يا مسيرتي. كده تقتلني بعد كل اللي عملته لك يا متولي؟ انت مش حاسه باي حاجه؟ سبحان الله. طب بقول لك ايه، حركي رجلك معايا كده، حركي، جربي. لا خلاص فاكس بقى. سان دييغو جين سلامة، وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجه؟ بقول لك ايه، في رجلين من رجالتي هيقولك دلوقتي خبطوا عليك بعد ثانيه واحده. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعت لي دماغتهم خونه. يلا باي باي يا اودي. عملت ايه يا واد في الوليه اللي اتقطعت نصين؟ كله تمام يا بص. مية مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا سردينا، بنت سردينا. انت بنت المعلم سردينا؟ اوعى تكوني بنت ماتيلدا. لا، بنت واحدة تانية؟ ما شاء الله ما شاء الله. تعالي حبيبتي عند عمك، شايف المعلم سايب لنا صبايا حلوين ازاي؟ لف يا حلوة، لف لف، حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقة عرف. يلا نعمل ايه؟
يلا نتجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي معلمي طول عمرك اصيل يا بص. يا ابن لحمنا هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا، انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيب لي في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عينيا. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينة. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. ايه اوديو قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم ولا اتجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو، خليك مكانك ولا بقول لك. ايه ده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. انت مين؟ انا اخت المعلم سردينة. مين؟ اخت المعلم سردينة. تعال تعال تعال. الله يطلع المعلم سردينة. امه جايب المعلم سردينة. مساء الخير يا حلوة. مساء النور. تغندري تغندري ما شاء الله. انا اول مرة اعرف المعلم سردينة الله يرحمه، دي اخت بالحلاوة دي. لا ده من زمان. اموريني يلزم خدمة؟ غلبانة وتعبانة ومش لاقية حتة تقويني، ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا، والله يعني أنا كان عندي استعداد بس مش للدرجة دي، بصراحة مش للدرجة دي. سانتياغو! أيوه! واد ابن حلال، استنى أنا هكافئك. تعالى سانتياغو، تعالى شوف القمر. مين دي؟ ده أخو المعلم سردينة كان بيخبيه عننا. حضر ورقة عرفة يا حبيبي ومبروك عليك. لا شيل شيل. افرحي افرحي يا عروسة. افرحي افرحي. لا سيدة الأقمار السوداء. لا لا لا. سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا أمي. يحنن يحنن، روح حتة تانية. لا يا حبيبي أنت مش عارفني ولا إيه؟ مش واخد بالي. مين؟ أنا أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا يا أهلا، زارتنا البركة أم المعلم سردينة، عمي وتجراسي وأموريني. ربنا يخليك يا ابني، والله أنا بس كنت مزنوقة كده في حاجة يعني. خلاص خلاص، ده الليلة السودة دي. سانتياغو! عيني! ده إيه يا رب الوقعة اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي هتجوز أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا، نورتينا. خدها من خلقتي بقى، دي ختمت قفلة منيلة بستين نيلة. يا رب ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفي. سانتياغو! ايوه دور لي وشها، دور لي وشها. سامحني بقى يا معلم سردينة. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ انت فاكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر من صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا نازج اهدي ارجوكي. لسه شفت حاجه؟ يا اهلا كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه ليه كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي هي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم. هنا هنا ده بين مهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بيننا ان انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا ولد، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته، انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيا اللي قاعده دهيا. شايف يا ولد؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصت. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليه ده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، بينها مجنونه ولا ايه؟ حاج حاج. هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيب سيب، حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينة، أنا هخلص معاك، أنا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزة دي وتغرب من هنا؟ أخد كام وأسيب الترابيزة؟ أيوه. هو أنت شايفني رخيص للدرجة دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام، تاخد كام دلوقتي حتى لو أنا أقدم، وتاخد البهيمة اللي معاك ديت وتقوم. أنا أبويا وأمي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ أبوك إيه دي؟ أبوك وأمك ربوك على إيه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيها يخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي.
بقول لك يا عمده، أؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باكو هكتب، اكتب على دي. انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلها صح. هي خرصه ولا مالها من ببلبها ليه كده؟ يلا يا ادمن انت، يلا يلا. حقك يا عمده، كلوا الاول، كلوا الاول، هم نفسكم وحب. مع السلامه يا اختي. متشكر يا عمده، متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ هو دي ادم ليك، هو دي زبت انت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هتولع وانت قاعد على الكرسي جنبيه. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، علو صوتك فاهم. الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ذكربات. ذكربات انت قاعد عند عميتك؟ استنى تقعد في كافيه. افهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسمع، هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى مع اول مره يجي هنا. تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ما هاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ ايه دي؟ انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خل ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي خدتها انا من يومين. ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك ستروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفانه والشنب والقرب ده هو؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبيه. حياه النبي، لا شوطه، شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه هشوطها صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت دهيا. يا خرابي. طب وسيادتك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش. انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله هيولع ان شاء الله. ما تمشي بقى، التاريخ واقف فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله. تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاك في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للصلاح دار، جاي للمبه عيله الصلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه، انت ايه يا سليمان، ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراك ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم، يبقى دي الحوار الداير دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايه ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على صدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، هو مين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود. تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها. يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مين مولعه؟ وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي داهيه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر. ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين، بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدله اللي لابسها؟ هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا. ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق اهو. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يطبط عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني وشوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف. انا متر ونص اعمل جلابيتي، روح اشتري له 40 متر بقى عشان تستوري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطة حلوة يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا متر. ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم.
انت عاوزين نيجي عندكم هنا مره تانية ولا لا؟ ليه يا هانم، في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم؟ هو سيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني الرغي ده هو حياه النبي، حياه العمده هي تقولي لي مره واحده سلامونتي وانا امك. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي سلامونتي، عايزه تخين دي اسمعها والنبي لا تفرسيه وتقولي لا. ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهارده؟ يعني هتعمل ايه؟ قاعدين قاعد ومش ناوي اجيبها البر، ورينا هتعمل ايه الطربوشك ده هو؟ قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافند اللي معاك الفلس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا واد يا ريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وانت حسابك معايا. هي يا عمدي سبع ولا ضابع؟ ولا ده سؤال يا ولي، اكيد خلص معاه. خلصت معاه؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه دهيا هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ انا غلطان، انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت. طارت منين يا ولد؟ انا العمده. استنى عليا شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاية دي تولعها ويلعب نار. تقول لها أنا مين؟ أنا الأميرة نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هاب. أنا عايز أسألك سؤال، ما جاش في بالك وأنت بتصيف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ إيه دي؟ هزقتيني وخلتيني أنهوه قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا بأسد، بجمل، بديناصور، أخش ضارب عليكوا نار كده وأشرفك. بس معلش تهون الهواوة عشان عيونك يا أمر. تتجوزني سليمان؟ صراحة انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثة افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوز. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزك، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبة. امبوسيبل. استرها يا رب. يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب، أقومها بالسلامة. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلة ايه؟ أنت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولادة. الولادة دي حاجة بسيطة، اسأل مان. أنت جاي تستظرف ومراتي بتولد، بقول لكم إيه؟ أنا أسود لحظة عندي دلوقتي موتراني ومجنناني إن أنتوا الاتنين معايا، سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما أنا خايف تخلف بورص. إحنا. إيه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه. ابعدوا عني، ابوس ايديكوا، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا. غورهم. نبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. اتصلت النبي؟ ايوه، ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمني على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربنا. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده هي؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب.
تيجي تتحول تتنقل، المهم تبقى بنتي ماليه عليا دنيتي. والراديو ناولني يا ابن الريموتات هاي.